كلاهما تعرض لخسارة كبيرة في الجولة الماضية، لكن محصلة النقاط 6 للبطايح، نقطة واحدة لخورفكان. لعبة، الله 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 الله، إلتون فيليبي ينجح في إهداء خورفكان هدف جميل، هدف أول بحثاً عن الفوز الأول يا نسور. خورفكان العبري في أمسية مصالحة الجماهير وعودة الانتصارات للفانيلة الخضراء، العرضية الجميلة، الرأسية الرهيبة، الهدف الأول، تحركت الشباك أخيراً، هنا اللمسات، هنا النقلات، بعد ذلك المرور، هذا البديل أنطونيو هو اللي مر وقدمها للوبيز، لوبيز على طول على رأس فيليبي، الاستلام، العرضية، هوبا هوبا هوبا، الرأس اخلصت خلاص. إلتون فيليبي في هذا المكان ما يرحم، في هذا المكان إلتون فيليبي يستطيع أن يعالج الكرات العرضية، أن يحرك الشباك، يفعل هذا السيناريو. مرمى اتحاد كلبة هدفين وسجل في مرمى الوصل، هذه خطيرة للأمام، هدية حلوة، الله يا حالات النسور، وهي تحلق في أجواء دورينا. هنا خورفكان يعود، ويا لها من عودة، يا لها من عودة، الجولة الخامسة التي رسمت السعادة الموسم الماضي هي نفسها الجولة التي تسعد المحبين للجولة، الجولة الخامسة، وعن طريق اللاعب اللي رجع من أجل أن يرجع السعادة رامون لوبيز، لكن عينك على إلتون، هو اللي قدم الهدية، هو اللي قدم التمريرة، هيأها لرامون لوبيز، يقول له عربون صداق، هذه الكرة التي من خلالها بالفعل يهدي طبعا الفرحة والسعادة، والسعادة كل السعادة للقميص الأخضر. الصداقة ما بين اللاعبين، رامون لوبيز يقبل الهدية، وإلتون فيليبي يقدمها جميلة ويهدي السعادة للمدرج الأخضر. نعم نعم يا حالات دورينا، لما النسور تحلق عاليا، خطيرة، الثلاثية، الثلاثية، يا ستار، يا ستار، كمان وكمان، خورفكان كمان وكمان، متعة متواصلة، مدرجات لا تهدأ من الفرح، العنبري ينثر السعادة على الجميع، يا لها من أفراح كبيرة، هدف جميل، أنطونيو البديل، لمثل هكذا مناسبات اختارك العنبري، لمثل هكذا مواقف دفع بك العنبري، غلطة من المدافع أمام أنطونيو الذي انطلق، تقدم، حطة حلوة، ركنها في المرمى، الثلاثية، الثلاثية في مباراة النقاط الثلاثة، أول حالة فوز لخورفكان هذا الموسم، يبحثون عن هذا السيناريو ويقتربون، لكن يا هي حطة حلوة، ركنها في زاوية بعيدة بثقة كبيرة، اختار المكان الصح.